مشاهدي قناة الشرق نشوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم. عدنا بالتجديد من قلب مدينة محمدية بالضبط من سوق الدواجين. اكيد ملي كنقولوا دجاجة فيها 2 كيلو الثمن ديالها 55 درهم، اكيد الانسان كيطرح تساؤل وكيبغي يعرف كيفاش هاد 55 درهم. احنا غادي نشرحوا اكيد للمواطن الثمن ديال الدواجين. الدجاج حي داير 20 درهم للكيلو، الدجاج مذبوح بين 25 حتى ل 30 درهم، يعني كل واحد شحال كيبيع. كاين اللي كيبيع كما قلنا ب 30 درهم للكيلو مذبوح، يعني الدجاج ديال 2 كيلو غتقام باكثر من 55 درهم حتى ل 60 درهم. الله يدير لي فيها الخير، هادشي اللي كنتمناو. وكما كتلاحظوا معنا المشاهدين المتابعين عبر قناة الشرق نشوف تيفي، اكيد دائما كنحاول نعطيو المشاهد الكريم الاثمنة ديال السوق، وعلاش هاد الحاجة غالية وعلاش هاد الحاجة رخيصة. وكما كتلاحظوا عبر المباشر اكيد الدجاج مازال طالع في الثمن ديالو، من بعد ما كان الثمن ديال 15 14 13 الان الثمن اضعاف، يعني وصل حتى ل 20 درهم، وقابل ممكن انه يتزاد وممكن انه يتنقص. السوق ما غاديش ما كيحكموش عليه، كيقولوا باللي الا كان السوق طالع كيدير ثمن، ولا كان نازل كيدير ثمن اخر. كاين اللي كيشري من المارشي وكاين اللي كيشري من الفيرما، كل واحد منين كيشري. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا عبر قناه الشرق نشوف تيفي، يعني ملي كتسمع الدجاجه مذبوحه فيها 2 كيلو وصلت ل 60 درهم او 55 درهم، والا راه غاليه وغاليه بزاف على المواطن البسيط اللي ماشي في المستطاع ديالو انه ياخذ دجاجه بهذا الثمن هذا. الانسان ملي كيسمع الدجاج مذبوح، الدجاج حي 20 درهم، يعني كيسمع باللي يعني 20 درهم غتضربها في جوج، يعني عندك 2 كيلو. العكس هو صحيح، يعني هذيك الدجاجه اللي كيحسب لك 20 درهم الكيلو راه غير المذبوح غير الحي، اما ملي غيحسب لك المذبوح راه يحسب لك الترياش وغتزاد يعني تقريبا 10 دراهم في الكيلو مقارنه بالحي. اما لدويت على 3 كيلو دجاجه ديال 3 كيلو غتقام لك باكثر من 80 درهم، يعني كما قلنا السوق طالع وطالع بزاف. يعني من بعد ما كانوا الناس كياخذوا الدجاج ب 8 دراهم 9 دراهم حتى 10 دراهم، الان تغير الحال ولا الدجاج واصل الثمن ديالو كما قلنا لاكثر من 20 درهم، بعض المرات كيوصل حتى ل 23 درهم ولا 22 درهم، وبعض الاحيان كيرجع حتى 14 درهم. السوق ما بقاش، وهذا الشيء اللي كيصعب الماموريه على المواطن. يعني انسان كيجي مثلا اليوم مثلا جاي باش يتقدى غيلقى السوق طالع، يعني ما عنده ما يشري، غيضطر ان الا كان غيشري 3 دجاجات ولا 2 دجاجات غيضطر ياخذ وحده ولا ياخذ وحده ونص على حساب، يعني كل واحد كما قلنا والجهد ديالو. وكما كتلاحظوا معنا عبر المباشر الدجاج راه موجود، ولكن الثمن هنا فين كاين الاشكال، هنا فين كاين المشكل، وهنا فين كيضر المواطن ملي كيجي وكيسول على الدجاج وكيسمع الثمن ديالو وصل ل 20 درهم و 19 درهم و 21 درهم و 23 درهم. هنا كتكون مأمورية صعيبة عند المواطن أن ياخذ دجاج بهذا الثمن على المرتفع والكبير. وكما كتلاحظوا معنا المشاهدين المتابعين حتى الإقبال اليوم ضعيف على الدواجين، يعني حتى المواطن يعني صعيب أن ياخذ، صراحة هذا واقع كنعيشوه، يعني صعيب على المواطن أن ياخذ دجاج ب 20 درهم. كاين واحد الفئة اللي ممكن ياخذوا، كاين واحد الفئة اللي صعيب أن ياخذوا ب 20 درهم الكيلو. 20 درهم الكيلو كندوي على حي، أما المذبوح راه 30 درهم الكيلو ولا 25 درهم ولا 23 درهم، يعني كل واحد وشحال كيحسب ليه. وكما كتلاحظوا معنا المشاهدين المتابعين راه الخير موجود، ولكن الثمن هو الاشكال. يعني هادو كيقول لك حنا كنتقداو بشكل يومي، يا اما كنتقداو من الفيرما من اصحاب الفيرمات، يا اما كنتقداو من المارشي ديال كازا. كاين بعض المرات في المارشي كيقول لك كيكون 13 درهم كيكون 14 درهم 15 درهم، كيحسبوا عليها التنقل كيحسبوا عليها المصاريف، ولكن هذا الشيء راه كيتزاد على المواطن، يعني وكيصعب الماموريه ديال المواطن. حنا كنعرفوا هذا الشهر الكريم بزاف ديال الناس كيستعملوا الدواجين، كاين اللي كيديروه
مشرمل كاين اللي كيديروا قطبان، كاين اللي كيعمر به البيتزا، كاين اللي كيدير به المسطيله، كاين اللي كيعمر به الخبز، يعني كل واحد باش كاين اللي كيديروا كفته ديال الدجاج. ولكن كما قلنا الثمن يعني كيصعب المأموريه على المواطن وكيخلي الثمن يتزاد اكثر على المواطن. نتمناو ان الثمن ديالو ينخفض في الايام المقبله باش كما قلنا المواطن يقدر ياخذ الدجاج باقل ثمن، واللي كيف ما قلنا اليوم الثمن ديالو مازال مرتفع ومازال واصل 20 درهم الكيلو وحي ماشي مذبوح، باش نوضحوا للمشاهد الكريم. حيت الحي فرق والمذبوح فرق اخر، يعني الزياده ديال 10 دراهم او 7 دراهم او 8 دراهم راه قاصة انها تزاد في الدجاج المذبوح، يعني تقريبا كيزيدوا 5 دراهم ديال 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 الترياش. الله يصاوب صافي هادشي اللي كنت. وكما كتلاحظوا معنا المشاهدين المتابعين عبر قناة الشعب قناة شوب تي في مباشرة من مدينة المحمدية، الدواجن الجودة العالية ولكن الثمن هو الملهب وهو اللي كيصعب المأمورية ديال المواطن. وهنا كما قلنا في هذه الظرفية ديال الشهر الكريم كيكون إقبال كبير على الدواجن، ولا يعني كاين اللي كياخذ فخيضات كيغليهم، كاين اللي كياخذ صدر كيديروا كفته، كاين اللي كياخذ صدر كيديروا قطبان، يعني كيكون تنوع في المطبخ المغربي. ولكن بهذه الاثمنه كيف ما قلنا مشاهدينا ومتابعينا هي كتكون صعيبه وصعيبه بزاف على المواطن انه يدير الشيوات اللي بغى بالدجاج بهذا الثمن اللي مازال مرتفع كما قلنا مشاهدينا ومتابعينا. نتمنوا ان الثمن يطيح، نتمنوا ان الثمن يرجع للاصل ديالو، رجع ل 15، رجع ل 14، رجع ل 12، رجع ل 12 ديما لا، باش كما قلنا الكل يقدر ياخذ الدجاج بالثمن اللي جد مناسب. اما بهذا الثمن اكيد صعيب وصعيب بزاف، وما يمكنش ان الانسان غياخذ اربع دجاجات ولا خمسه، يعني الا خديت اربع دجاجات ولا خمسه راه غيطلعوك بثمن. الانسان ولا كيفضل يعني ياخذ دجاجه ولا جوج ولا حتى ولا كثر، الانسان كثر كثر الناس اللي عندهم يعني غيدي ثلاثه دجاجه، اما اللي ما عندوش راه الدجاجه وغتجي غالي وحده ملي غيتحق. والدجاج يعني ما فيش قل من كيلو ونص، يعني الدجاجه كيلو ونص يعني غتبقى منك غالي وغالي. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعينا الدجاج مازال طالع الثمن ديالو كما قلنا. نتمنوا ربي يدير الخير، نتمنوا الثمن ينخفض بدايه من يوم غد، حيت بهذا الثمن اللي قلنا مشاهدينا متابعينا ديال 20 درهم راه قاصح وقاصح بزاف، يعني ثمن المذبوح شكل وثمن الحي شكل اخر. وهذا الشيء كيتحسب كما قلنا على المواطن، اكيد كما كتلاحظوا معنا المشاهدين المتابعين عبر قناه الشعب قناه شوف تيفي. قبل الختم اكيد غنعاودوا نذكروا المشاهد باللي ثمن الدجاج اليوم واصل 20 درهم الكيلو، والمذبوح تقريبا بين 25 حتى 23 درهم الكيلو حتى 30 درهم، كاين اللي كيحسب لي حتى 30 درهم الكيلو، يعني كل واحد الله يدير اللي فيها الخير. هادشي اللي كنتمناو، ونتمناو ان الثمن ديال الدواجن انه ينخفض يوم غد باذن الله، ولما لا يرجع 18 درهم او 17 درهم باش الناس يجيو يتغداو الدجاج باقل ثمن، بحدود السعر الثمن ديالو مازال مرتفع، مازال ما بغاش ينخفض من بعد ما كان 17 درهم رجع ل 20 درهم. الله يدير اللي فيها الخير. الى هنا مشاهدينا متابعينا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.